اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا اخر حواراتنا لهذا الصباح النهارده. طبعا احنا متابعين معاكم المبادره الرئاسيه حياه كريمه من بدايه اطلاقها لما اعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019. والحقيقه المبادره بتشتغل على ارض الواقع في مختلف القرى والنجوع والاماكن الريفيه في مختلف محافظات مصر يعني طوال الثلاث سنوات الماضيه ومستمره ايضا في الفتره القادمه. المبادرة طبعا بتشمل أو بتنقسم إلى ثلاث مراحل زي ما احنا متابعينها من البداية. المرحلة الأولى واللي احنا مستمرين فيها دلوقتي كانت بتستهدف القرى اللي من نسبة الفقر فيها بتزيد من 70% فيما فوق ومحتاجة تدخل عاجل. المرحلة الثانية كانت بتشمل يعني الأقل من 70%، والمرحلة الثالثة كانت بتستهدف أو المفروض أنها تستهدف القرى اللي نسبة الفقر فيها أقل من 50%. طبعا احنا دلوقتي في المرحلة الأولى اللي محتاجة التدخلات العاجلة، وبنتابعها طبعا معاكم على الشاشة على طول، وبيكون لنا تقارير وتغطيات من مختلف القرى في مختلف المحافظات اللي بتشهد تنمية ومشروعات بنية تحتية مختلفة، مشروعات أيضا بتوفر فرص عمل لمختلف فئات المجتمع في القرى المصرية، وجود مرافق وأماكن للخدمات المختلفة في القرى زي ما احنا طبعا بنتابعها مع حضراتكم على الشاشة. المبادرة في مجملها حياة كريمة بتستهدف الحقيقة يعني ما يزيد عن 4500 قرية في مختلف محافظات الجمهورية، يعني رفع البنية التحتية، توفير فرص عمل، تمكين الشباب، أيضا مساعدة وتيسير مشروعات للفئات المختلفة وأبرزها كمان المرأة المعيلة. خلينا نتكلم عن مبادرة حياة كريمة لحد ما احنا واقفين فيها دلوقتي ومستمرين إن شاء الله. إزاي غيرت وجه الحياة في الريف المصري، وازاي حسنت جودة حياة المواطنين في مختلف الأماكن اللي بالفعل دخلت ليها مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها المختلفة. في البداية بنرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مدحت الصالح، الأستاذ الأكاديمي للإدارة والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتور مدحت. خلينا نروح لتقرير في تفاصيل كمان عن مبادرة حياة كريمة ونرجع نبتدي حوارنا مع حضرتك. مع حضرتك. المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة تم إطلاقها في عام 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمواطن المصري في شتى المجالات وخاصة في قرى الريف المصرية. ومنذ إطلاق المبادرة شهدت القرى والمراكز الفقيرة في الريف وكذلك المناطق العشوائية في المدن طفرة في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بها، حيث ارتقت المبادرة بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة العمل من أجل رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا، وذلك عبر توفير الدعم المالي أو المساعدة في زواج غير القادرين، وكذلك توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة. ومن خلال هذه المبادرة دعت الدولة إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي ورجال الأعمال وغيرهم لتنفيذ هذه المبادرة والوقوف على الاحتياجات الأساسية لأهالي تلك القرى. وأسهمت المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية. يعني دكتور مدحت زي ما تابعنا في التقرير الحقيقة نقلة نوعية أحدثتها مبادرة حياة كريمة في القرى اللي بالفعل ابتدت تشتغل فيها على أرض الواقع، لأن المبادرة بتشمل نواحي الحياة المختلفة، مش بس مثلا توفير خدمات أو مرافق أو فرص عمل، لا بتشمل الحقيقة نواحي مختلفة. إزاي حضرتك بتتابع المبادرة وإزاي شايفها بالفعل غيرت شكل الحياة في الريف المصري؟ بعد تكرار التحية لحضرتك أستاذة آلاء والأهل بزبيرو جميعا، الأرقام دقيقة وأصادق على صحتها، وهي في تطور مستمر، في تطور مستمر خاصة في التمويل، في عدد القرى، في الملايين اللي هتفيدهم هذه البنية. بس يمكن أستأذن حضرتك أبدأ بداية كأكاديميك وكباحث فاحص محص لبعض ما يتعلق بالتنمية المستدامة. حياة كريمة أطلق عليها أستاذة آلاء أحيانا كثيرا حياة كريمة للجميع، ومن هنا من مسبيرو العريق
كانوا يسألوني ليه للجميع، أقول لأنها ستحدث التغير اللي حضرتك أشرت إليه بدأ في الحدوث، وستحدث نقلة نوعية غير عادية، ستحدث ما أطلق عليه وأكتب فيه حاليا الهجرة العكسية. الهجرة العكسية يا أستاذة آلاء، المواطن المصري يولد، وحينما يولد وعندما في مكانه هذا وأي مكان، هو يفضل أن يعيش ويتزوج وينجب ويودع الحياة وهو في نفس هذا المكان. لكن لماذا تغير هذا الفكر وهجر المواطن المصري من النجع والقرية والمركز وجاء إلى العواصم أو المحافظات الكبرى؟ يبحث عن فرص عمل أكيد. نعم، يبحث عن فرص عمل، يبحث عن مدارس وجامعات لأولاده. فهم كانوا يسيرون بالكيلومترات الطويلة ويذهب الفتاة أو الولد منهكا فلا يعي ما يقوله أستاذه كثيرا، ويعود منهكا فلا يراجع ما حصله في المدرسة في الصباح. المستشفيات لم تعد هذه هي الوحدة الصحية الصغيرة وما إلى ذلك، لكنها مستشفيات تبدأ من اليوم الواحد إلى الجراحات الكبرى. بدأ هذا يعمل؟ نعم، ورأيت المعدات، ورأيت شركاتنا الكبرى والمساهمين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورجال الأعمال، طفرة حقيقية تحدث. فسيعود المواطن الذي ذهب إلى القاهرة والأسكندرية والمنصورة وبورسعيد ومحافظتنا الكبرى لأجل التعليم، لأجل الصحة، لأجل فرص العمل، سيعود إلى قريته، فتحدث هجرة عكسية من المدن الكبرى إلى حيث يريد المواطن الحياة. فلقد بدأت الحكومة تسير في طريق توفير ما يحتاجه بصفة أساسية كالتعليم وكالصحة وما إلى ذلك. صحيح. طيب دكتور مدحت، حضرتك يعني يمكن كنا نتكلم الحقيقة قبل ما نبتدي الحوار أنه بالفعل من خلال الدراسات والأبحاث الميدانية حضرتك بتروح وبتشوف أماكن عمل المبادرة، وبتتابع كمان انطباع الناس وتجاوبهم معها ورد فعلهم عليها في القرى المختلفة. نعم، هذا حدث حقيقة. وليس أدل على هذا الشهر قبل المؤتمرات التي انشغلنا فيها في الشهر الماضي وما سبقه بأيام معدودات، شاهدت رئيس الوزراء بنفسه يفتتح من ليس من القاهرة ولا من الأسكندرية ولا حتى من العواصم من كفر الشيخ ومن هنا، لا، يفتتح من قرى قد ومروا على نجوع، وعرضهم التلفزيون المصري في أكثر من مبادرة. ازاي كمان من هنا المبادره ليها بعد اجتماعي دكتور؟ ده كمان كنا بنتكلم فيه انه هي مش هيكون ليها اثر مباشر بس بتوفير فرص عمل، توفير خدمات، مرافق وما الى ذلك، لكن كمان ليها بعد اجتماعي بينعكس على المجتمع كله. البعد الاجتماعي الاساسي، احنا متفقين يا استاذ علاء ان التنميه المستدامه ابعادها الاساسيه البعد البيئي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، احد اهم الابعاد. وزمان حينما أعددت رسالتي في الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كانت في التنمية المستدامة، ولا أمل من ذكر هذا لأنها كانت بالنسبة لي حلم عمري العلمي والعملي، وها أنا أشاهده بالفعل وما إلى ذلك. أضفت البعد السياسي والبعد الثقافي والبعد العقائدي والبعد الإداري في منتصفهم على شكل كده معبد فرعوني اللي هو هينسق ما بينهم. ليه أنا ذكرت ده؟ ليس استعراضا لتاريخي، ولكن لأن لولا أن هنالك بعد سياسيا في هذه المبادرات ودفع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموقرة ومرافقوهم جميعا والعاملون معهم، ما حدث هذا الدفع في التنمية المستدامة، لأن حياة كريمة تمثل بالفعل نموذج الأمثل للتنمية المستدامة، جهد علمي عملي حقيقي يرقب مستويات الأجيال الحالية دون الانتقاص من حقوق الأجيال القادمة. إزاي بينعكس على المجتمع كله؟ نعم، مشروعات المبادرة. نعم، دكتور. المجتمع اللي عنده بعد أبعاد اجتماعية، نقل المواطنين من العشوائيات، يعني أنا بتكلم أزا جنرال يا أستاذة،
نقل المواطنين من العشوائيات، إحساس المواطن أنه ممكن لم لا قدر الله في حالة المرض أنه سيجد دفعاً أمام دفعاً من الدولة معه لرده سالماً غانماً. الانعكاس البعد الاجتماعي لما بيتم بيتلاقى مع البعد الاقتصادي. هذه الأبعاد الخاصة بالتنمية المستدامة بتتلاقى. الأمم المتحدة نفسها وضعت برنامج حياة كريمة المصري على على في تقاريرها وأجندتها وما إلى ذلك، وقالت للناس اذهبوا إلى مصر، يوجد هنالك مشروع يستحق أن يلقب بالمشروع الأول العالمي للتنمية المستدامة. صحيح، ده يمكن كانت نقطة هنتكلم عنها بالفعل، أن المبادرة ليها مردود وليها صدى وحضور أيضا عالمي، أنها مبادرة يحتذى بها بالفعل. نعم. لكن ماذا بدأت حياة كريمة تتصف بالمرونة، فبدأت تجذب مبادرة ابدأ هنالك الاهتمام بالصناعة المحلية. أي نعم نعم. في التصنيع المحلي. المواطن هيلاقي صناعة، هيلاقي فرصة عمل بجوار التعليم لأولاده، بجوار الصحة، بجوار الحياة النقية، المياه العذبة النقية التي فصلت واستحالت أن توصل بالصرف الصحي إلا إذا حدثت كارثة في هذا الأمر وما إلى ذلك. لذلك حينما زرت هذه النجوع والقرى وما إلى ذلك، حدث لي نوع من الرضا، وهذا سيجعل المواطن الذي انعكس علي، أنا مواطن في الآخر، أستاذ جامعة أكاديمية، يعني هذا الرضا أكيد بالطبع موجود عند المواطن مباشرة في هذا المكان. على فكرة أستاذ علاء، أنا تنتهي الحلقة أنا راجع الجامعة، سواء في القاعة أو في المدرج بإذن الله، يعني هيتناقشني الطالب اللي سامع رأي والدته ووالده والدنيا والهيصة، قلت كده ليه يا دكتور وما قلتش كده ليه؟ هل أنت جميلت الحكومة هنا؟ هل خلاص أساتذتنا كمان بيناقشونا، قلت كذا، زملائي في سواء في القاعات أو في لحظات الاستراحة، لماذا قلت هذا؟ لذلك أشعر بأن هنالك من سيحاسبني، فلا أقول إلا صدقا، نعم شاهدت هؤلاء وشاهدت كلمات الطلاب والطالبات وهم فرحون، لأن بعضهم وكثيرا كثيرا من طلابنا في الجامعات خاصة في الأقاليم هم من نجوع ومن قرى ومن شاهدوا بهذا الأمر. وحينما ذهبت إلى هذه القرى قابلت بعضا منهم وما إلى ذلك، ثم فتحت بعد اقتصادي نتيجة عمل الوالد أو ولي الأمر أو الأخ أو ما هذا إلى ذلك، فتكتمل البعد الاقتصادي مع البعد الاجتماعي، ويأتي البعد البيئي، فليس هنالك مصانع تخرب ولا تطلق الأدخنة في هذا. صحيح. الاشتراطات البيئية أصبحت موجودة وتطبق. أي قائل يا أستاذة لا he haven't switch on switch off، هو لا يملك مفتاح التنمية أو غلق هذا وفعل هذا، لا، مصر صعدت الجبل بكامل حمولتها. ماذا تقصد؟ أقصد أن مصر صعدت الجبل بكامل حمولتها، لم تتخلى عن المرأة المعيلة، عن الفقير، عن الدعم في البطاقات التموينية وما إلى ذلك، عن الشباب أيضا فرص عمل الشباب، عن الشباب وإتاحة الفرص للعمل وما إلى ذلك. أشعر أن هنالك ربط للعلم بالعمل، فهو يأخذ مصرنا الحبيبة درجات ودرجات في التقدم. ولست من المدرسة التي تسعد بالقفزات، فالقفزات قد تأخذنا للمجهول، هذه صعودنا لهذه الدرجات المتتالية التي تسوى بالأرض ونبدأ في درجة أخرى، هي المسيرة عسيرة، ولكنها بجهد علمي عملي بإدارة بإرادة حقيقية من القيادة السياسية وجموع الشعب. الآن أشعر بأنهم حينما وجدوا وعود تنفذ على أرض الواقع، فهم يصطفون في الغالب الأعم إلا بعض. صحيح. طيب دكتور مدحت، خلينا نتوقف عند الفئات الحقيقة اللي المبادرة اهتمت بيها، مش بس بشكل عام، لكن بنتكلم عن المرأة المعيلة، الشباب، كمان ذوي القدرات الخاصة أو يعني أصحاب الهمم، المبادرة بتهتم بيهم جدا وبتمنحهم أيضا فرص. يعني فكرة الاهتمام بهذه الفئات المختلفة إزاي بتساعد أن مبادرة حياة كريمة تنجح وتغير وجه الحياة في الريف المصري بالفعل بشكل يعني أكثر واقعية للأفضل؟ هم مواطنون مصريون لهم حقوق وعليهم واجبات،
وقد تكون ظروفهم الصحية تحد من واجباتهم أو تحد من هذا وما إلى ذلك. هذه النظرة الإنسانية سترقى بمستويات حياتهم. أحيانا تظلم المرأة فتطلق، أحيانا يتوفى زوجها وهذه إرادة الله، أحيانا يحدث حادث عرضي لشخص فيقعده، فما هل نتخلى عنه ونطرق هذا الليل الأسود جاسم فوق صدره وأمام لا. من الحكمة، والحكومة لما بتتصف بالحكمة والقيادة السياسية لما بتتصف بالحكمة بتحقق ما يعجز عن تحقيقه الآخرون. قد يكون من يقطن هذه النجوع والقرى في صحة جيدة فيستطيع الهجرة منها إلى مدينة أخرى، إلى الخارج، إلى عقد عمل في هنا وأوذة، لكن من المرأة التي المعيلة كيف ستترك أولادها؟ الرجل الذي أصابه ضرر ومرض وما إلى ذلك كيف؟ هنا تبدأ الحكومة في توفير هذا، تحسين السكن، تحسين الحياة، توفير فرص العمل سيجعله يكون مما نطلق عليه يحدث لديه الولاء والانتماء. صحيح. فالولاء والانتماء أستاذة آلاء يأتي من أين؟ من الاحتواء، والاحتواء متعدد، الاحتواء قد لا يكون مادي ولكنه قد يكون معنوي، كساء، غذاء، دواء، عناصر أساسية هي الغذاء والتوارد. صحيح، يعني تحسين مستوى حياة المعيشة أو يعني تحسين حياة المواطن بشكل عام بمختلف جوانبها، ده أكيد بيعمل حضرتك بتقول عليه الولاء والانتباه والإحساس بالرضا العام، زي ما حضرتك بتقول إنك لمسته بالفعل في الكرة اللي بتشهدها. نعم. المبادرة. طيب يعني احنا كده الحقيقة بنكون وصلنا لنهاية حوارنا مع حضرتك دكتور مدحت، بنشكرك جدا دكتور مدحت الصالح الأستاذ الأكاديمي للإدارة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا على المعلومات والحديث وشرفتنا في هذا الصباح. شكرا. مشاهدينا بكده أيضا بتنتهي حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، نشكركم على المتابعة، وغدا حلقة جديدة، أخبار جديدة، حوارات جديدة، وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.